عشان هيك اخوان نقول احنا مقصرين جدا في هذه الامور. فنحن في اخر الزمان والفتن دخلت كل بيوتنا، والشيطان كان حريص جدا انه يعطيك فتنه تحملها بايدك بخاطرك، وانت بتعرف انه هاي الفتنه اللي انت بتحملها انما هي جاسوس عليك، يتجسس عليك في ال 24 ساعه. كل واحد فينا حامل معه جاسوسه، كل واحد فينا حامل معه جاسوسه، كم منا يستطيع ان يستغني عن هذا الجاسوس؟ هذا السؤال. فوضع الشيطان في هذا الجهاز امور كثيره يرغبك فيها حتى انك شو تسوي؟ تتعلق تعلق كبير في هذا الجهاز لا تستطيع ان تتركه. وللاسف اخوان، عشان هيك الرسول عليه الصلاه والسلام حدثنا عن فتنه في اخر الزمان تدخل كل بيت، واحنا في زمن هذه الفتنه نحمل فتنتنا في جيوبنا وندخلها بيوتنا، ونعلم انها تتجسس علينا ولا نستطيع ان نستغني عنها. وللاسف لا نستطيع ان نستغني عنها وللاسف. فيا ليت ولو ان يعني دوله من الدول العربيه يعني كانت صاحيه على حالها وقامت بعمل صرح، او مؤسسه مثل هذه المؤسسات اللي يستطيع المسلم ان يتوجه اليها كبديل دون ايش؟ دون ان يضطر ان يلجا الى الشيطان وحزبه في هذه الامور.